غالبة للاختطاف والاحتجاز واعتداء جنسي، والمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش قامت بتحريرها. وحسب جريدة الصباح، فالمعلومات الأولية للبحث كشفت على أن المشتبه فيه هو من ذوي السوابق وكيعمل كبائع في سوق شعبي واقتحم منزل مخصص للطالبات بديور المساكين بحي الداوديات في الساعات الأولى من الصباح، واختطف هذه الطالبة أمام أعين زميلاتها. وبينات تحقيقات خطورة الأفعال الإجرامية اللي ارتكبها الجاني، بحيث ما اكتفاش بجريمة الاختطاف بل احتجز الضحية في منزل مهجور وتعدى عليها جنسيا. وتم افتضاح القضية بناء على شكاية تقدمت بها مجموعة من الطالبات من بعد ما اتصلوا بالشرطة وشرحوا لهم تفاصيل الواقعة اللي عاشتها زميلتهم. وبعد توقيف المشتبه فيه، تقرر الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي اللي كتشرف عليه النيابة العامة لتعميق البحث معه، في انتظار إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.